طيب خلينا نشرح الليكتشر 7 في الالكترونكس. ليكتشر 7 بتتكلم عن ال 7 equivalent circuit او ال 7 serum. فكره ال 7 equivalent circuit هو ان لو انا عندي كومبلكس سيركت ممكن اشيلها واحط بدلها سمبل سيركت. فال 7 equivalent circuit تقدر تشبهها بالار ايكوفلنت، يعني لما بيكون عندي ريزيستنس كتيره بارلل وسيريز بتشيل كل الريزيستنس دي وتحط بدلها قيمه واحده بس مكافاه اسمها ار ايكوفلنت. هي نفس الفكره في السيفنن، ان انت بيبقى عندك سيركت فيها سورسز كتيره، فولتج سورس، كارنت سورس، وفي مقاومات بارلل وسيريز مع بعض، بتشيل كل سيركت الكومبلكس دي وتحط بدلها سيركت ايكوفلنت ليها. سيركت ايكوفلنت بتتكون من فولتج سورس ومقاومه سيريز. تمام. طيب دلوقتي لو انا عندي سيركت بالمنظر ده فيها بوست فيها فولتج سورس وعندي مثلا مقاومه ار واحد وار اتنين وهنا ار تلاته، ولو فرضنا مثلا في هنا ار فور، تمام، دي 1 ار 2 ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5. كان ايه اللي بيحصل في الار ايكوفلنت؟ بتشيل كل الجزء ده كده وتحط بداله مقاومه واحده بس. السيركت شكلها بيتغير، بتبقى عباره عن فولتج سورس بوزيتيف معاه مقاومة، دي بنسميها ار ايكوفلنت. طبعا السيركت دي بتاعتي دي ممكن يكون فيها هنا كرنت سورس عادي. يعني انا بدي مثال لاي سيركت ببقى عايز اجيب الار ايكوفلنت ليها، بشيل كل الارات كل الار فاليوز احط بدلها ار ايكوفلنت وبسيب كل السورس. ايه اللي انا عملته؟ جبت الار ايكويفلنت قيمه واحده بس مكافاه لكل المقاومات دي. تمام. هي دي فكره الار ايكويفلنت. طب ايه فكره السيفنال سيركت؟ فكره السيفنال سيركت ان انت بتشيل السيركت كلها وتحط بدلها سيركت ثانيه، مش بتشيل الار فاليوز بس او الريزيستنسز بس، لا بتشيل كل السيركت وتحط بدلها سيركت ثانيه مكافاه. يعني مثلا لو انا عندي سيركت بالمنظر ده، طبعا انا لما بدي مثال بيبقى عندي ده مثال ممكن يكون في اي حاجه، ممكن ما يبقاش في كرنت سورس، ممكن يكون في كرنت سورس. مثال عادي يعني، وعندي هنا فولتج سورس السيركت دي كلها بشيلها سيركت كلها وبريبليس ات ويز سمبل سيركت مكافأة للسيركت دي. السمبل سيركت دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من فولتج سورس معاه مقاومة سيريز. دي السيفنن ايكوفلنت سيركت. الريزيستنس اللي في السيركت دي بنسميها ار سيفنن، مش بتبقاش ار عادية، بتبقى اسمها ار سيفنن، ودي بنسميها V7. تمام كده. هي دي فكره ال 7 equivalent circuit، ان انا given complex circuit given circuit فيها resistances و sources بشيلها وبحط بدلها resistance واحده سيريز مع voltage source واحد. تمام. ال resistance دي قيمتها بنسميه R7 وهنا بنسميه V7. لو قلت بنسميه V7. فيبقى الـ principle of the 7 equivalent theorem is that any part of a linear circuit could be replaced with another equivalent circuit without affecting the operation of the rest of the circuit. ان انا ممكن جزء من السيركت اشيله، السيركت كلها ممكن اشيلها واحط بدلها سيركت equivalent ليها من غير ما دي equivalent ليها. يعني لما كنا بنجيب هنا دي كانت 5 ودي 3 ودي 2 ودي 1 وكذا، بقول الار equivalent بتاعتها بتاع كل دول 10، بتكون هي اياها نفس القيمه نفس يعني الاوبريشن بتاعتها، ان هي مثلا بتقلو كارنت بيعدي ب 10، يبقى خلاص برضه لو شلت الار ايكوفلنت الكارنت اللي هيعدي هيبقى 10 برضه. تمام.
هنا برضو نفس الفكرة، ان انت لو عندك سورسز كتيرة او ريزيستنس كتيرة وشلت وشلت السيركت دي وحطيت بدلها السيركت دي، هتبقى ليها نفس الاوبريشن، لها نفس الكاركترستيك، مش هتأثر في حاجة، احنا بس بنبسط السيركت. تمام؟ فدي فكره السيفنال سيرم. السيفنال سيرم او السيفنال سيرم از ا واي تو ريديوس ذا نتورك تو ان ايكوفلنت سيركت كومبوزد اوف سنجل فولتج سورس ومعاه مقاومه سيريز. السيفنال ايكوفلنت سيركت هي يا السيفنال سيرم، هما الاثنين نفس يعني اسمين بس، لكن هما الاثنين لهم نفس المعنى، ان انا بريبليس ا كومبلكس سيركت ويز اتس ايكوفلنت سيركت. الايكوفلنت سيركت فيها ايه؟ فيها سنجل فولتج سورس معاه مقاومه سيريز. اوكي طيب، بما ان انا بقول ممكن اشيل السيركت كلها وممكن اشيل جزء منها، فانت محتاج تحدد لي فين الجزء بالظبط اللي انا عايز اشيله. ففي حاجتين يعني، في تو بوينتس اسمهم A وB، محتاج ان انا اعرف مكانهم في السيركت على اساسهم دول هم اللي بقدر اشيل الجزء اللي حوالين الA والB وهو اللي ريبليس بالكوفلنت سيركت. فلازم يبقى عندي تو بوينتس اسمهم A وB. اوكي طيب، بس ده دي يعني لغايه دلوقتي ده شرح تاني للسيفنن، اللي هو انا عندي نتورك اوف سورسز اند ريزيستورز وعندي تو بوينتس A وB، بشيل الجزء ده كله واحط بداله السيفنن سيرم بتاعتي. والفولتج سورس اللي موجود في السيفنن سيرم او السيفنن سيركت بيبقى في اسمه في سيفنن، والريزيستنس بسميها ار سيفن. اوكي طبعا الخطوات دي انا هشرحها بالتفصيل تاني، يعني لو ازاي بجيب قيمه الفي 7. دلوقتي انا رسمت خلاص، قلت عندي سيركت كومبلكس وكده جالها سيركت سيمبل، السيركت سيمبل اسمها في 7 وار 7. الفي 7 دي قيمتها كام؟ بتتجاب بستبس معين. طب الار 7 قيمتها كام؟ بتتجاب بستبس معين. طبعا احنا كنا عارفين الار ايكوفلنت، كنت بشوف مين البارل مع مين ومين السيريس مع مين وبجمع، يعني بشوف في الاخر بجيب الايكوفلنت فاليو، فبالار ايكوفلنت في الاخر بيبقى لها فاليو. هنا برضو الفي 7 بيبقى لها فاليو والار 7 ليها فاليو، بس الستبس لسه هنقولها. تمام؟ دي الستبس بتاع ال 7 سيركت. اللي بيحصل انت عشان خاطر تجيب الفي 7 بتحدد لك بتحدد تو بوينتس اسمهم A وB، بتخلي التو بوينتس دول اوبن سيركت، ما بينهم اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني ايه؟ يعني لو كانت تو بوينتس اللي هم A وB شورت سيركت بخليهم اوبن سيركت. طب لو كان ما بين الA والB فيه كومبوننت، بنشيل الكومبوننت ونخلي الA والB اوبن سيركت. تمام؟ طبعا احنا فاهمين يعني ايه اوبن سيركت. اوبن سيركت يعني ما فيش واير، ما فيش اي كابل بين الA والB، ما فيش اي حاجه بين الA والB، في هواء، في فراغ. تمام؟ طيب فلو انا عندي سيركت وحددت لك النقطتين اللي اسمهم A وB وعايز اجيب الفي 7، بتيجي عند النقطتين اللي اسمهم A وB وتروح ماسح اي حاجه في النص. تمام؟ لو كان في ريزيستنس بتشيلها، لو كان في كارنت سورس بتشيله، لو ما كانش، لو كان في واير بتشيل الواير، اي حاجه موجوده في النص بتشيلها. ده دي لو انت عايز تجيب الفي 7. طبعا انا لما بيكون عندي سيركت جيفن وبعمل فيها اللي انا لسه عاملاه ده، ان انا خليت الاي والبي اوبن سيركت، بتنتج لي سيركت جديده. تمام؟ خلينا نشرح اصل افضل في المثال ده. لو انا عندي سيركت بالمنظر ده وعايز اجيب الفايند ال 7 الايكوفلنت سيركت، عايز اجيب الايكوفلنت سيركت. طبعا اتفقنا ان انا الايكوفلنت سيركت قصده ان انا عايزه في الاخر في نهايه المساله ارسم حاجه زي كده بوزيتيف ونيجاتيف. ودي اسمها ار 7. وطبعا ليها فاليو مش عارفها لغايه دلوقتي. ودي اسمها الفي 7. ليها فاليو انا مش عارفها لغايه دلوقتي. تمام؟ لازم تحط في ان انت ان انا مستنيه منك ان انت تحط له قيم الفي 7 بكام والار 7 بكام. اوكي؟ طيب بجيب الفي 7 ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي سيركت اهي وعايز اجيب الفي 7، بعمل ايه؟ اللي بيحصل ان انت بتخلي الاي والبي اوبن سيركت.
بتخلي الاي والبي اوبن سيركت. لما انا بخلي الاي والبي اوبن سيركت بتنتج لي سيركت جديده. طبعا بالنسبه للمثال ده ما كانش فيه يعني اصلا الاي والبي اوبن سيركت، فما فيش حاجه انا اعملها جيفن السيركت دي. اول حاجه بعملها بخلي الاي والبي اوبن سيركت. طب انا المساله عندي الاي والبي اوبن سيركت، خلاص هتبقى السيركت الانبوت هي يا نفس السيركت بتاع ال7 الفي 7. يبقى السيركت بتاع الفي 7 عباره عن حاجه زي كده، هنا 5 وهنا فولتج سورس قيمته 100 تمام، وفين عنده مقاومة 20 طيب دلوقتي لما انا بخلي الاي والبي، لما انا بخلي الاي والبي اوبن سيركت، هما اصلا عندي هنا اوبن، هل هيعدي كارنت في الريزيستنس دي؟ مش هيعدي كارنت، فهتبقى النقطه الريزيستنس دي هتشتغل، ويبقى عندي الاي والبي موجودين هنا على طول، الاي والبي هنا مفيش اي كومبوننت في النص تمام. تاني لو انا عايز اجيب ال7 سيركت بجيب الفي 7 الاول، وعشان اجيبها بخلي الاي والبي اوبن سيركت. ولو انا عملت الاي والبي اوبن سيركت بتنتج لي سيركت برسمها هنا على جنب، وهي دي اللي بشتغل عليها. السيركت اللي على جنب دي وانا شغال فيها حاطط الخمسه زي ما هي وال20 وال100 زي ما هم عادي، بس لما جيت ارسم الاي والبي لقيت ان الاي والبي مالهم؟ هيبقوا هم اصلا اوبن، فاسيبهم اوبن، بس الريزيستنس دي اللي هي 6 هتتشال، لان هي يعتبر دلوقتي متوصله باوبن سيركت ما فيهاش كرنت، فقيمتها ما لهاش لازمه. فيبقى عند الاي والبي موجودين بالمصدر ده تمام. طيب وبعد كده الفي 7 الفي 7 هتساوي ايه؟ الفي 7 هتساوي الفي اي بي، فرق الجهد حوالين نقطتين اي وبي، فرق الجهد اللي هنا حوالين نقطتين اي وبي تمام. طيب انا لو ركزت في المثال ده هلاقي ان الاي والبي دي لو مشيتها شويه كده هلاقي ان الاي والبي الاي ممكن تتحط هنا تمام، ولو البي دي مشيتها برضه شويه كده هلاقي ان البي دي ممكن هنا، لان نفس النقطه ما فيش اي كومبوننت في النص، فالبي هنا ايه والبي هنا، ودي الاي برضه هي نفس دي الاي تمام. يبقى الفي 7 بيساوي الفي اي بي، ممكن برضه اخليه بيساوي فرق الجهد حوالين المقاومه 20 تمام. يبقى عشان اجيب الفي 7، الفي 7 بتساوي الفي اي بي، الفي اي بي بتساوي نفس فرق الجهد حوالين المقاومه 20 لسبب، يعني ممكن تقولها بطريقتين، يا اما تقول ان الاي لو نقلتها هنا هتبقى هي نفس النقطه، والبي لو نقلتها هنا هتبقى نفس النقطه، فدلوقتي الفي اي بي هي فرق الجهد حوالين المقاومه 20، او ممكن تقول من غير ما تنقل الاي والبي من مكانها تقول ان الاي والبي يعتبروا بارلل مع المقاومه 20، بارلل لانهم متوصلين من نفس النهايه ونفس البدايه. يبقى فرق الجهد اللي عايز اجيبه عند الاي والبي هو نفس فرق الجهد عند المقاومه 20، لان ال 20 معاها بارلل تمام. طيب لغايه دلوقتي انا عرفت ان الفي 7 بتساوي الفي 20، بس ما عرفتش برضه قيمتها. انا محتاج احدد الفي اللي عند ال 20 بكام. طبعا انا ممكن احلها بالفولتج ديفيجن رول. انت لو عايز تجيب فرق الجهد عند مقاومه بيبقى عباره عن فرق الجهد، بيبقى عباره عن قيمه الريزيستنس عند المقاومه دي على قيمه الريزيستنس مجموع عليها الريزيستنس الثانيه اللي حصل فيها ديفيجن، كل ده بضربه في الفولتج سورس اللي هو المي. طيب هيبقى ال V 20 بكام؟ ال V 20 هتبقى ااا
ب 80. تمام. طيب يبقى انا احط 80 هنا. بعد كده انا عايز اجيب الار 7. الار 7 دي الريزيستنس اللي اتحط في الـ 7 سيركت. بعمل ايه؟ بعمل ستيبس كده معينه ومن خلالها بجيب قيمه الار 7. تمام. ايه الستيبس اللي انا بعملها؟ اول حاجه بعملها بخلي الاي والبي شورت سيركت، يعني هتكون لي سيركت موجوده هنا بحيث ان الاي والبي اوبن سيركت. طيب لو انا سوري الاي والبي شورت سيركت، طيب لو خليت الاي دي اول خطوه عشان اجيب الار 7، عشان تجيب الفي 7، الاي والبي بيكونوا اوبن سيركت. بس دي الخطوه الوحيده اللي انت محتاج تعملها. طب لو عايز تجيب الار 7، الار 7 لا خطوتين اساسيتين. اول حاجه ان الاي والبي بتخليهم شورت سيركت. ثاني حاجه ان الـ ان الـ ان السورسز الباور سورسز الباور سورسز بتدي اكتيفيت. الباور سورسز بتدي اكتيفيت. بتدي اكتيفيت يعني بتشيلها او بتشيل تاثيرها. دي اكتيفيت. تمام. طيب لو انا عندي السيركت دي وعايز اطبق الستبس بتاع الار 7، بعمل ايه؟ بخلي الاي والبي شورت سيركت. ماشي. الاي والبي شورت سيركت. طب ايه السورسز اللي عندي؟ عندي فولتج سورس. بعمل ايه لما بيكون عندي فولتج سورس؟ بخليه شورت سيركت. دي الستبس بتاع الار 7. ان انا عندي دي مقاومه وعندي هنا برضه مقاومه. السورس اللي هنا بخليه شورت سيركت، يعني بشيله واحط بداله واير. تمام. ما بيبقاش فيه اي فاليو هنا. وهنا بيبقى فيه طبعا قيمه المقاومه 5، ودي قيمتها 6، ودي قيمتها 20. يبقى تاني عشان اجيب الار 7 محتاج اخلي الاي والبي شورت سيركت، ومحتاج اخلي اي باور سورس او اي سورس عندي بعمل له دي اكتيفيشن. بدي اكتيفيت يعني ايه؟ يعني بشيله واحط بداله حاجه. تمام. ممكن اشيله واحط بداله شورت سيركت، وممكن اشيله واحط بداله اوبن سيركت على حسب نوعه. لو هو فولتج سورس بشيله واحط بداله شورت سيركت، لو هو كارنت سورس بشيله واحط بداله اوبن سيركت. تمام. بالنسبه للمثال بتاعنا هنا مفيش اوبن مفيش كارنت سورس، مفيش غير فولتج سورس، فالفولتج سورس هشيله واحط بداله شورت سيركت. هتتكون لي السيركت دي. في الحالة دي بعد كده بيبقى الار 7 بتساوي الار ايكويفالنت للسيركت دي. الار ايكويفالنت للسيركت دي. ايه الار ايكويفالنت للسيركت دي؟ عشان تعرف الايكوفلنت سيركت لازم تبقى عارف مكان السورس. ففي ال 7 بنأسيوم ان السورس موجود عند الاي والبي. طب لو السورس موجود عند الاي والبي هيبقى مين بارلل مع مين؟ لو ركزنا اللي هي ان الخمسه بارلل مع ال 20 والناتج بتاعها سيريز مع الست، يبقى عندي خمسه بارلل مع ال 20 والناتج بتاع كل ده يعتبر سيرز مع الست. احنا عايزين نفهم الخطوات عشان السيركت دي يعتبر بسيطه، ولو احنا فهمنا الخطوات بتاعت السيفنن هنقدر نفهم نطبقها على اي سيركت تاني. فدلوقتي الار 7 قيمتها هتطلع 10. يبقى انا احط هنا 10.
وبكده يبقى انا كونت الار 7 او ال 7 سوري كونت ال 7 الايكوفلنت سيركت اللي هو عايزه. يبقى جيفن سيركت كومبلكس انا بقى عايز السيركت دي، بترسمها انت في الاول، بتبقى عايز تعرف قيمه ال V 7 بكام والار 7 بكام. علشان تجيب قيمه ال V 7 بتبني سيركت ثانيه، وعشان تجيب الار 7 بتبني سيركت ثانيه. السيركت دي بناء على خطوات معينه، وهي انك بتخلي الاي والبي اوبن سيركت، والسيركت دي بتكون بناء على خطوات معينه، وهي ان انت بتخلي الاي والبي شورت سيركت، والباور سورس بتبقى بعمل لها دي اكتيفيشن. يعني بعد كده بتكون لي السيركت دي، ببدا احل المساله بس بحيث ان الفي 7 بتساوي الفي اي بي، يعني هات لي فرق جهد حوالين نقطتين اي وبي. وهنا بعد ما السيركت دي كونت لي نتيجه الخطوات اللي انا عملتها، بجيب الار 7 بتساوي الار ايكوبلنت. تمام، سيركت كومبلكس، سيركت بسيطه، في 7 ار 7. عايز تجيب الفي 7 بتعمل خطوات، بتكون سيركت، السيركت بعد ما تكونها بتجيب الفي 7 بتساوي الفي اي بي وتحل المساله. عايز تجيب الار 7 بتعمل خطوات، بتكون الار 7 سيركت، بعد ما بتكون السيركت بتجيب الار 7 بتساوي الار ايكو. تمام، دي الخطوات بكل بساطه عن المثال ده. طيب ده طبعا حل المسألة. هنا لو أنا عايز أحل أجيب الـ V7 طبعا الـ V7 بتساوي الـ VAB، ممكن ساعات تسميها الـ VOC يعني الـ V Open Circuit عادي. طيب عملنا إيه؟ أنا قلت هنا إن أنا جيبن النقطتين A و B، وإن النقطتين A و B Open Circuit. عايز اجيب فرق الجهد عند النقطتين A و B، يبقى هو هو نفس فرق الجهد عند المقاومة 20. في A B بيساوي ال V عند المقاومة 20، بجيب فولتج ديفيجن بيطلع لي ال V ب 80. بالنسبة لل R ال R 7 بشوف الخطوات بتاعت ال R 7، وهو ان انا بخلي ال A وال B، ال A وال B شورت سيركت، ال A وال B بخليهم شورت سيركت، بس باستيوم ان الاي والبي في سورس هنا. تمام، عشان اعرف كيف الار ايكوبلنت. وتاني خطوه بدي اكتيفيت اي سورس عندي، بخلي السورس ده شورت سيركت لانه فولتج سورس، بخليه اشيله واحطه ده شورت سيركت، بتنتج لي السيركت دي. تمام، بعد كده الار 7 بتساوي الار ايكوبلنت. الار ايكوبلنت يعني دي بارل مع دي، والناتج بتاعها سيريز مع دي، هتنتج لي بعد كده 10. في الاخر برسم ال 7 سيركت اللي هي بتقول ان الفي 7 ب 80 والفي والار 7 ب 10. طيب جيفن لو انا عندي مساله زي كده، لو عايزين نحل المساله دي نعمل ايه؟ انا برضه هنتبع نفس الخطوات اللي احنا بنستعملها عشان خاطر نحل ال 7 سيركت. لو عايز اجيب ال V 7 بكون ال V 7 سيركت، بخلي ال A وال B، ال A وال B طبعا ما بقول ال A وال B find the 7 سيركت with respect to المقاومة 20، المقاومة 20 اللي هي دي، فيبقى عندي ال A وال B حوالين المقاومة 20. طبعا ال A فوق. تمام، اوكي. طيب عايز اجيب ال V 7 سيركت، بخلي ال A وال B اوبن سيركت، طبعا على حسب ما احنا متفقين بخلي ال A وال B اوبن سيركت، فيبقى عندي المقاومة 5 والمقاومة 4 والفولتج سورس ده والمقاومة 1 والمقاومة 7 والسورس ده والفي سورس تحت هنا. تمام، عندي هنا 1، عندي هنا 7، عندي هنا 5، في هنا 4. طبعا ده قدامي 240، بس نكتب الإشارة 240. هنا الموجب والسالب، وهنا السالب والموجب. طيب لا، أنا دلوقتي عندي النقطة إيه؟ ودي النقطة بي،
والمطلوب مني ان انا اجيب ال V7 اللي هو بيساوي ال VAB. طيب عايز اجيب طريق الجهد بالنقطتين دول، وهنا مشاور لي اصلا ان طريق الجهد عباره عن اسمه في او، او ممكن نسميه في او سي، في اوبن سيركت. تمام، يبقى فرق الجهد هنا بين الاي والبي هنسميه في او سي، في اوبن سيركت. تمام، والاشاره بتاعته طبعا البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت. اعمل ايه؟ عايز اجيب فرق الجهد في اي بي او الفي او سي، عايز اجيب قيمه الفي او سي. اعمل ايه؟ انا لازم ادور على طريقه تخليني اجيب قيمه الفي او سي. الطريقه اللي انا شايفاها ان انا اطبق الكي في ال على الجزء ده من السيركت، الجزء ده. تمام، الجزء اللي هو الليفت هاند سايد بتاع السيركت دي. طيب لو عايز اطبق كي في ال على الجزء ده، يبقى هجمع كام فولت؟ الفولت اللي عند الخمسة اوم، والفولت اللي اسمه او سي، والفولت اللي عند السبعة، والفولت اللي موجود هنا اللي هو 240. هجمع كل ده مع بعضه باشارته وهيديني، واحل المعادله يديني قيمه الفي او سي. نعمل كده المعادله نشوف هتبقى بتساوي ايه لما اطبق الكي في ال على الليفت هاند سايد بس. هيديني ايه؟ جيبن الكرنت دايركشن ماشي بالاتجاه ده مع عقارب الساعه، هيبقى عندي سالب 240 زائد الكرنت اللي بيعدي في الخمسه هنا، سوري الفولت اللي موجود هنا عباره عن الخمسه مضروبه في الاي واحد، وفرض ان الكرنت هنا اسمه اي واحد، زائد ايه؟ زائد الفي او سي، زائد الفي او سي بعد كده زائد الكرنت، زائد الفولت اللي بيعدي في المقاومه سبعه، زائد الفولت عباره عن الاي في الار، الار عباره عن سبعه مضروبه في الاي، الاي اللي فيها عباره عن ايه؟ لو عايز تطبق كيف ال. طبعا المقاومه دي كومن بينها بين مش ومش، ما ينفعش اقول ان الكرنت اللي بيعدي في السبعه هنا هو اسمه اي واحد برضه زي الخمسه، لا بقول عباره عن اي واحد ناقص اي اتنين. تمام، المفروض طبعا ان انا بقول ان الكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي اتنين، يبقى الكرنت هنا عباره عن اي واحد ناقص اي اتنين. تمام، كل المعادله دي هتساوي الزيرو. يبقى علشان اجيب ال V7 بجيب ال، لقيت ان ال V7 هي اياها نفس ال VOC، قيمه ال VOC، بدور على طريقه تخليني اجيب ال VOC، قلت اطبق الكي في ال على الليفت هاند سايد بتاع السيركت دي. الايكويشن لما جيت اطبقها طلع لي ان سالب 240، بفرض ان الكرنت اللي بيعدي هنا اسمه اي واحد، هيبقى عندي سالب 240 الفولت اللي هنا، زائد الفولت اللي هنا اللي عباره عن 5 مضروب في اي واحد، زائد الفولت اللي هنا اللي اسمه في او سي، يبقى زائد في او سي، زائد الفولت اللي هنا اللي هو 5 مضروب في قيمه الكرنت، سوري 7 مضروب في قيمه الكرنت اللي هو اي 1 ماينس اي 2، لان الريزستنس دي كومن بين برانش تاني. يبقى دي الايكويشن. الايكويشن دي فيها في او سي وفيها اي 1 وفيها اي 2. عشان اجيب قيمه الفي او سي محتاج اجيب قيمه الاي 1 والاي 2. تمام؟ فخلينا نشوف كده ممكن ازاي نجيب الـ I1 والـ I2. دي الايكويشن تاني. ايه؟ لو انا عايز اجيب الـ VOC بطبق الـ KVL على الـ Left Hand Side. عشان اجيب الـ VOC بطبق الـ KVL على الـ Left Hand Side Loop. وبيطلع لي الايكويشن عبارة عن الفولت عند الخمسة، زائد الفي او سي، زائد الفولت عند السبعه، ناقص 240 بيساوي زيرو.
طبعا لما تيجي تطبق الفيل بتبدا من اي حاجه. انا في الايكويشن اللي كنت لسه كاتباها بدات من عند 240 عادي، عندك سالب 240 اهي برضو سالب 240 زائد الفولت اللي عند الخمسه اللي هو زائد الفي او سي زائد الفي او سي زائد، فكله زائد ما عدا دي هي اللي بسبعه اللي بسالب. تمام. طبعا الفولت عند الخمسه عباره عن الاي في الار اللي هو خمسه مضروب في اي واحد، والفولت اللي عند السبعه عباره عن السبعه مضروبه في الاي اللي هو اي 1 ماينس اي 2. اوكي، دي الايكويشن. محتاجه عشان اجيب الفي او سي اجيب قيمه الفولت عند السبعه والفولت عند السبعه والفولت عند الخمسه، او اجيب قيمه الاي 1 والاي 2. طيب ازاي اجيب قيمه الكرنت عند اي 1 واي 2؟ ممكن اطبق الكي في ال على المش دي واطبق الكي في ال على المش دي. لو طبقت الكي في ال على المش دي هيطلع لي الايكويشن عباره عن ايه؟ فور مش 1 هيطلع لي 5 مضروبه في اي 1 زائد 4 مضروبه في اي 1 ناقص 8 ناقص 84 زائد 1 مضروبه في اي 1 ماينس اي 2 زائد 7 مضروبه في اي 1 ماينس اي 2 ناقص 42 بيساوي 0. تمام؟ انت يعني بجمع الفولت بتاع، بجمع كل الفولت اللي موجوده في اللوب الواحده. فلو عندي سورس بحط قيمته زي ما هي 48 240، لكن لو عندي مقاومه بجيب الفولت من خلال ان انا بضرب الاي في الار. يبقى عندي 5 في اي 1 زائد 4 في اي 1، بس هنا هقول 1 بضربه في اي 1 ناقص اي 2، وهنا زائد 7 بضربه في اي 1 ناقص اي 2. طبعا عرفنا ليه. دي الايكويشن اللي هتنتج لي لما اجي اطبق الكي في ال على المش الثانيه، هلاقي ان هي فيها دي سبيشال كيس فيها كارنت سورس. مش هطبق كي في ال وهقول ان الاي 2 بيساوي 16 باشارتها، لان الكارنت ماشي مع عقارب الساعه و16 برضو ماشيه مع عقارب الساعه. تمام؟ فيبقى الاي 2 بيساوي 16. لو انا عندي اي 2 بيساوي 16 هعوض في الايكويشن دي هجيب اي 1، وكده يبقى عندي اي 1 واي 2 هعوض في المعادله بتاعه الفي او سي، هتطلع لك قيمه الفي او سي كده. طيب الفي او سي هيطلع لي زي ما اتفقنا، الفي عند الخمسه عباره عن 5 في الاي 1، والفي عند 7 عباره عن 5 في اي 1 ناقص اي 2. بعد كده الفي او سي هيطلع ب 33 و9 من 100. تمام. لو عايزين نجيب الار 7، الار 7 بتاع السيركت دي، ما احنا ما جبناش الار 7. عشان نجيب الار 7 بنعمل ايه؟ بخلي الاي والبي بخلي الاي والبي شورت سيركت، وبعتبر ان الاي والبي مكانها سورس، وبدي اكتيفيت اي سورس غير كده. لو اي سورس موجود عندي بعمل له دي اكتيفيشن، بحيث ان هو لو كان فولتج سورس بخليه شورت سيركت، لو كان كارنت سورس بخليه اوبن سيركت. انا عندي هنا فولتج سورس وفولتج سورس، الاثنين دول هخليهم شورت سيركت، يبقى هنا هو عنده شورت سيركت ودي شورت سيركت، والكارنت سورس ده هخليه اوبن سيركت، يبقى عندي هنا ايه؟ اوبن سيركت. السيركت دي اللي هتنتج لي، يبقى بعد كده الار 7 بتساوي الار ايكوفلنت للسيركت دي. الار ايكوفلنت بتساوي ايه؟ يعني مين بارل مع مين ومين سيريز مع مين؟ هلاقي الاربعه سيريز مع الواحد، والخمسه سيريز مع السبعه، والناتج بتاع دي يعتبر بارل مع الناتج بتاع دي. انا عندي اربعه سيريز مع الواحد، والخمسه سيريز مع السبعه، والناتج بتاعها يعتبر بارل مع بعض. بالنسبه للاربعه مع الواحد هيديني خمسه، والخمسه مع السبعه هيديني 12، فيبقى عندي خمسه بارل مع السبعه، يبقى خمسه سوري خمسه بارل مع ال 12، يبقى خمسه في 12 على خمسه في 12 هيطلع لي 3.5. دي قيمه الار 7. بعد كده ببني السيركت اللي هي الفي 7، هيبقى عندي في 7 بيساوي 33 والار 7 بيساوي 3.5. ده بالنسبه للمحاضره دي.